أجل غرائم، وما كان أكبر سبب الشوب والحكة كان عشان في جروح. قلنا بعجوبة بين الطرية والكريك وحاجات يعني خفيفة، تم تحويلته على الأندونيسي، تم تلقي علاج هو والده هناك، فتم حصار المستشفى بالكامل. من ثم ظروف صعبة تحت غطاء ناري خرجنا، تم تحويلنا من الأندونيسي إلى ناصر، فتم حجزنا هناك، فتم استشهاد والده. يجد أطفال يعني يسلموا علي أو حاجة يقربوا مني بسبب الخوف، بسبب الجروح والزراعة، الزراعة تاعهم وعملية تجميل أحمد في صدمة يعني وعكة صحية، بدنا نشدهم إنه يسافروا في الخارج، يعني يعيش مثل البشرية مثل البني، يعني البشر يعيش. يعني أنا ابني الدور اللي فات خش عليه كان خايف مني بسبب الحروق، يعني ما توقعش إنه يكون خاله هذا.